قضية يا شيخ. السؤال يقول: يوجد في إحدى القرى مسجد جامع أقيم على أرض مغتصبة حسب قرار هيئة النظر من المحكمة، فهل يجوز الصلاة فيه وإقامة المحاضرات والمواعظ في هذا المسجد؟ كيف كان كذلك؟ الأرض في إحدى القرى أقام عليها مجموعة مسجد جامع، فاحتج صاحب الأرض لأن الأرض ملكه، يعني صار نزاع على الأرض أنه ملك الشخص هذا وأنه ملك الشخص هذا. خرجت هيئة النظر من المحكمة وأقرت أن الأرض تبع ملك المدعي، فهل تجوز الصلاة فيه؟ مثل هذه الحالة إذا ثبتت نعم أنها لفلان وقد بني المسجد، نعم، فالذي أرى أن يصالح صاحب الأرض بأن تقدر قيمة أرضه ويعطى إياها، ولا يمكن أن يهدم المسجد بعد أن بني وأنفق عليه النفقات الباهرة. نعم. فالواجب أن هذا الرجل لما ثبتت الأرض له أن يصالح، ينقبل المحسنين. إلى الآن القضية ما انتهت، قضية لها 8 سنوات تقريبا، وصاحب الأرض يعني من المعروف أنه ما هو متنازل مهما حالته، لكن المسجد ربما يهده، يعني ما رايح يتعرض له، ولكن الآن هل تجوز الصلاة فيها أو لا؟ الذي ينبغي أن لا يصلي فيه. الذي ينبغي، ولكن ما دام الحكومة قررت بناء هذا المسجد وجعلته للمسلمين، فإذا صلى به فلا حرج عليه. والأولى؟ الأولى أن لا يصلي به، سواء صلاة الوقت أو الجمعة. الجمعة وغير، إذا ثبت أنه لصاحب الأرض. ولكن أنا أقول لا يمكن أن تبقى هذه المشكلة. لماذا لا تحلونها؟ القضية من عام 1405. أقول لماذا لا تحلونها؟ وين في أي بلد هي؟ في نذكر البلدة. القرآن يشاف أو بينه وبينه. طيب بينه وبينه. طيب.